الحل، حسن الاختيار. استشر الناس، استخارة لله عز وجل، دعاء مستمر، يا رب التقية الصالحة اللي تعني على أمر ديني ودنياي، الأصيلة اللي لما زوجها يحصل حاجة ولا لما كذا ولا بتاع، الأصيلة اللي تستحمل معاك وتقول أبدا. وأعرف والله هنا في الغربة كثير من الزوجات تقول لك والله قبل ما نتبهدل ولا نهاجر ولا كذا ولا نهاجر ولا نتغرب، الراجل كان كريمنا على قدر وسعه، أنا جسيبه في الفترة دي، أنا تبقاش أصيلة، أنا جسيبه في الفترة دي، لا. يبقى الأصيلة يا ابني. سادس حاجة، اوعوا تسمعوا لجروبات الخراب، اوعوا تسمعوا للوسواس. مين اللي تاخديه صاحب ليكي ولا صاحبة وتنصحيها والكلام ده، ها، وتاخدي منها النصيحة اللي تعينك على أمر الآخرة، اللي تقربك من ربنا سبحانه وتعالى، لكن اللي تخرب عليك. بصوا كتير جدا جدا بلاقي من مشاكل الزوجات فعلا الزوجة بتبقى مصدومة ومقهورة ومحتاجة حد يتكلمها ومحتاجة حد يسمع بيه، وده يجي لنا للعلاج رقم نقطة رقم 7. مهم، المهم النقطة رقم 7. يبقى أول حاجة بدعي ربنا سبحانه وتعالى، أستخير وأستشير وأشوف الثقة المتمن وأتابع وأعمل وأخذ بكل الأسباب، وقول له يا رب أنت علام الغيوب سبحانك. وبعدين نبعت على عن حتة بقى إيه، إن فلان أصل جه وأنا لا، شوف بعينك واسأل، واسأل ربنا سبحانه وتعالى، وخد الأصيلة تبقى من صفاتها كده الأصيلة، شوف تبان في أهلها، تبان فيها، تبان في سلوكياتها، في تعاملها، للي يوم ما تقع تشيلك يا ابني وتستحمل طول أنا معاك. سادس علاج للموضوع دوت، نبعد عن الجروبات اللي بتخرب البيوت، نبعد عنها تماما، ملناش دعوة بيها. الجروبات اللي بتخرب البيوت واللي بتخبب المرأة على زوجها واللي يخبب الزوج على أهل بيته، ليه كده؟ الناس لما بتيجي علشان حتى في موضوع الزواج ده، يبقى لا، ده عمر، ده انت مش قاعد 20 سنة، ده انت قاعد أكتر من 50-60 سنة مع نفس الشخص، فلازم نختار صح، لازم نختار صح. نبعد عن جروبات الخراب دي ونتقي الله، تاخد تسأل مين الثقة المؤتمن، المستشار الثقة المؤتمن اللي يعينك واللي يعينك. مين اللي صاحبه من الناس؟ ودي النقطة رقم 8. مين اللي صاحبه؟ تصاحبي مين من الناس اللي يعينك على أمر الآخرة؟ في بقى جزئية برضو من ضمن الحاجات اللي انتشرت، برضو فيديو كده معمول لواحد وواحدة بيسألوا، انت لو انت مش موجود وانا صاحبي وصديق، قال لها انت حر. يعني هو لو اتجوزها وبقى خطبها واتجوزها، هي جايبة واحد صاحب، تقول ده اخويا، ده اكتر من اخويا، ده روحي، ده انا كده، بس انت مثلا ما بتحبوش، هتعترض؟ قال لها لا، انا لو اعترضت هخسرك. ما تخسرها ما تخسرها. اللي بتتاخد دي صاحب ولا خدن ولا الكلام ده، ده شرع، لا متخذات اغدان، ولا ينفع يبقى لي صاحب محرم عليا شرعا. المحارم معروف، وما غير ذلك فهو حرام عليك شرعا، ده دين، وده اللي الاسلام امرنا بيه. والله لو لفيتوا الدنيا مشرقها ومغربها ما هتلاقوا الحل الا في الدين والاسلام. لو لفينا الدنيا شرقا وغربا ما هنلاقي الحل الا الدين والاسلام. الناس بره ايه بيقول لك، كل شهر ما لا يقل عن 1000 واحد بيسلم، يقول لك تعاليم وضوابط، يكفي المراه المسلمه التقيه يبقى زوجها ماشي وعارف هي فين وعامل ايه ومطمن على بيته. لكن بالسواد اللي احنا فيه ده، تصاحب مين التقية الصالحة اللي تعينك على أمر الآخر، اللي ما تخربش عليك، اللي عناها مش واحزة، ما فينا نقاقة، ما فينا نقاقة المنانة اللي ما تتمنلكش الخير. ده جايب لها وعمالة تهري في نفسها، وشفته وعمل لها وشفتي وكذا، ولا الجارة اللي عمالة تعد عليكي غسيلك، ولا تعد عليكي لبس عيالك، ولا تعد عليكي انت داخلة بكام شنطة. اختاري صح، تقولي ان دي تبقى صاحبتي. لكن جروبات تخبب على النساء، وانا كنت نبهت قبل كده ان كان في جروبات وكان يحط المشكله الزوجه ولا البنت حديثه الزواج، وتاخد ويقوم يا بنت الموضوع ما يستاهلش كل الكلام ده،
ويخشوا يقوموها على بيتها وعلى زوجها ويبقى الخراب مستعجل. الدنيا بالراحه ما بتتاخدش كده، ما هيش حرب، هي بالراحه ليك امور ومعاكي وما نظلمكيش وتاخدي حقك تالت ومتلت، بس بالشرع وبرضا ربنا، لان عمر ما تيجي بركه بره برضا ربنا. فيجي فدي تقول لك ايه، اصل انا دبدسه، افرض بقى انا صاحبي ده انت ما حبيتوش، صاحب ايه يا بنت انت؟ يقول لا اصل انا هخسرك. ما تخسرها ان شاء الله، تخسروا بعض انتوا الاثنين. ولا التانية اللي بتتصور وتيجي وهي لسه لا والله، حتى لو عاقد، حتى لو بناي اخي ودخلة، ايه اللي مسك زوجته يلف بيها ويحضنها في وسط الناس دي؟ ايه ده في وسط الناس عمال تحضنها وتلف بيها، وده يتخيل وده يبص على وسطها وده يبص على ايدها، على ايدها كنت حاضنها، وده يبص على ليه كده يا ابني؟ فين فين يا فين الرجوله يا جماعه؟ ما بالك بقى خطيبها لسه مخطوبين ويجي يشيلها ويعملها وايه ده؟ ايه التقاليع الفاضية دي؟ ونقول اصل احنا عندنا عقدة الغرب، احنا عندنا عقدة الخواجة، زي ما بيعملوا نحن على اثارهم مقتدون، انت ماشي معاهم زي ما يجوا بقى وزي ما يحصل.